الله عليكم جميعا متابعيني الأعزاء، أتمنى أن تكونوا بأفضل حال وأنتم تشاهدون فيديو هذا اليوم. هذا الفيديو سيكون مغايرا ومختلفا عن باقي الفيديوهات السابقة من حيث المحتوى، حيث أنه سيندرج ضمن خانة الصحة والثقافة العامة في آن واحد. فلكي لا أطيل عليكم، سأفتتح فيديو هذا اليوم بسؤال لكم: هل تتذكرون التفاصيل الأولى من ولادتكم؟ نعم أم لا؟ قبل أن تجيبوني عن هذا السؤال وقبل أن أجيبكم أنا أيضاً، لا تنسوا الإعجاب بهذا الفيديو ومشاركته مع أصدقائكم وإيصاله إلى الألف لايك. هل أنتم مستعدون؟ جاهزون؟ إذاً لننطلق. هاي، لقد عدت. في بداية هذا الفيديو طرحت عليكم سؤال: هل تتذكرون التفاصيل الأولى من ولادتكم؟ نعم أم لا؟ سأنتظر إجاباتكم في التعليقات أسفل هذا الفيديو. أما بالنسبة إلي، أنا شخصياً لا أتذكر، وللأسف الشديد، إلا بعض اللقطات الخفيفة من سيناريو حياتي. في فيديو هذا اليوم سأشارك معكم قصة شخصية لقبت بصاحبة الذاكرة الخارقة لكونها تتذكر حرفياً كل التفاصيل منذ ولادتها إلى حد الآن. فهل هذا أمر طبيعي يا سادة أم مرض؟ هذا ما سنحاول أن نكتشفه انطلاقا من فيديو هذا اليوم، فتابعوني حتى النهاية. ريبيكا شاروك هي فتاة ذات أصل أسترالي والتي تبلغ من العمر 29 سنة. شخصوا الأطباء حالتها في المراحل الأولى على أنها حالة توحد. بعد أن خضعت لتشخيص دقيق، اكتشفوا حينها أنها مصابة بمرض نادر يدعى بمتلازمة فرط التذكر. فماذا نقصد بمتلازمة فرط التذكر؟ متلازمة فرط التذكر، أو الذاكرة السيرية الذاتية بالغة القوة، أو الهايبرثيميسيا أو الـHSIM، هو حالة نادرة تجعل الشخص المصاب يتذكر كل لحظة من حياته بكل تفاصيلها الحلوة منها والمرة، فلا ينسى منها شيئاً مهما مر عليه الزمن. وتعد ريبيكا شاروك من بين 80 شخصاً في العالم المصابين بهذا المرض. خضعت ريبيكا شاروك في لقاء صحفي لمجموعة من الأسئلة، وكان من بينها السؤال الآتي: ما هو أول شيء على الإطلاق تتذكرينه يا ريبيكا شاروك؟ فأجابت: أتذكر أنني كنت في مكان مظلم مع حزمة من الضوء المائل إلى الإحمرار، وكان رأسي بين ساقي، لذلك أفترض أن ذلك حدث عندما كنت في رحم أمي، لكنني لم أعرف عمري في ذلك الوقت. هذا هو أقرب شيء يمكن أن أعود إليه بالذاكرة، لأن ذكرياتي دائما تأتي في تسلسل زمني. وفي سؤال آخر: هل هذا المرض نعمة أم نقمة بالنسبة إليك يا ريبيكا شاروك؟ تقول ريبيكا شاروك: إنه مزيج من الاثنين معا، إنها لعنة لأنني لا أستطيع أن أنسى التجارب السيئة وأسترجع كل المشاعر التي يمكن أن تفسد يومي، ولكن الشيء الإيجابي هو أنني أسترجع تجاربي السعيدة مثل الأيام التي كنت أعيش فيها طفولتي. وفي لقاء آخر تقول ريبيكا شاروك: الشيء الوحيد الذي لا أتذكره هو يوم ميلادي، لا أحمل أي ذكريات عن وجودي في الرحم أو خروجي من بطن أمي أو أي شيء من هذا القبيل، لكنني لا أعتقد أنني أرغب في تذكر ذلك. وتضيف ريبيكا شاروك: عندما كان عمري حوالي أسبوعا واحدا، أتذكر أنني كنت ملفوفة ببطانية قطنية ذات لون زهري. أتذكر الهدايا التي تلقيتها في عيد ميلادي الأول ولون الفستان الذي كنت أرتديه، وأخيرا أتذكر اللحظات التي حملني فيها والدي ووضعني في مقعدي الخاص في السيارة. تعلمت شاروك من هذا المرض أن تحاول استخدام الذكريات الإيجابية للتغلب على الذكريات السلبية، وتقول: في بداية كل شهر أختار أفضل الذكريات التي مررت بها في السنوات السابقة في مثل ذلك الشهر.
تشارك شاروك حالياً في دراستين حول الذاكرة يجريها علماء من الولايات المتحدة الأمريكية وأستراليا، وذلك للمساعدة في تحديد فهم أفضل للذاكرة البشرية.